جميل من موقع ميدان الطي، حيث ننقل لحضراتكم وقائع سباق هذا اليوم الذي خصص لسن الحقاقة. المسافة هي 3 كيلومترات المعتادة بالحقيقة من اللجنة العليا المنظمة لهذه السباقات التي تقام هنا بإمارة دبي، ونتمنى دائما وأبدا التوفيق والناموس. الشكر موصول بالحقيقة للناقل الرسمي لهذه الأحداث المميزة، موقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الأحداث أولا بأول. نطير نسير معاكم ومع مقدمة الشوط لكي نوافيكم من المركز الأول حتى المركز الخامس. نستفزع إذاعتنا بحربة وعبد الله بن سالم بن حزيمة النقلة على سلهودة، وعلي بن حميد الرزي الشامسي ينتقل وياكم إلى المركز الثالث مزنة مزنة مزنة، وعبد الله بن طالب المحرم ينقل على الطيارة في المركز الرابع. ومتى بقول طارت الطيارة وحلقت على خط النهاية للسيد عبد سعيد بن عبد الله بن غليطة الأخفلي ينقل على المركز الخامس. المركز الخامس منصورة ومحمد بن عتيج المقعودي، 5 مراكز أيها الإخوة، 5 شعارات، 5 أسامي لها صولة وجولة في هذا العالم الجميل، هذا العالم المميز. السبوق دائما وابدا تعرف موقعها المميز. غيرت الطيارة، غيرت الطيارة، وبقول طارت الطيارة، طارت الطيارة. وسعيد بن عبد الله بن غليطة النقلة على مزنة مزنة مزنة، عبد الله بن طالب المحرمي أول ندى لأبراج، وأحمد بن سيف الأغويص انتقل وياكم إلى حربة في المركز الرابع. عبد الله بن سالم بن حزين بينما المركز الخامس، المركز الخامس تصل فيه الشاهنية أيضا أول ندى للشاهنية. الشوط بدأ يولع، الشوط بدأ يولع، الشوط يبغي تركيز، الشوط فيه حماس فيه إثارة بالحقيقة. ومانع بن محمد بن قضيب 5 مراكز، قطعنا تقريبا نصف المسافة، ويبقى النصف المهم، يبقى نصف التكتيك، يبقى نصف التركيز. غيرت الشانية، خذت المركز الأول، والشوط الأول يا عرب غير حساس يا أهل الحين، بقول حساس. ويا ذا المضمن اللي بك الخير، هات السبوق بالحقيقة، هات السبوق اللي تريح أعصابك، هات السبوق اللي تريح كورك بالحقيقة. الشهرية مسيطرة صامدة حتى هذه اللحظة، رقم الضغوط من الطيارة وأبراج لمانع بن محمد بن قضيب الطيارة، هناك من الجانب الثاني لسعيد بن عبد الله بن غليطة الأخضر، أبراج تأتي في المركز الثالث، وأحمد بن سيف الأغويص انتقل إلى منصورة، منصورة يا مصورنا في المركز الرابع، ومحمد بن عتيج المقعودي وصلت مزنة على 5 المراكز، وعبد الله بن طالب المحرمي. الله يا الشوط، الشوط بدأ يولع بالحقيقة، بدأت تطلع علامات الشوط، بدأت تطلع رموز الشوط. أبراج غيرت عند الكيلو الأخير، أبراج سيطرت على المركز الأول، وأحمد بن سيف الأغويص الطيارة تبقي تسترد الحقوق المنهوبة، وسعيد بن عبد الله بن غليطة الأخفلي منصورة في 3 المراكز، ومحمد بن عتيج المقعودي وصلت مزنة، وصلت حربة بالحقيقة لعبد الله بن سالم بن حزيف المركز الرابع، المركز الخامس شهرية، ومانع بن محمد بن قضيب اللحظات الأخيرة. والله إن اللحظات الأخيرة الشوط بدأ يولع، والله قلت لكم عند لوحة 2 كيلومترات الشوط فيه مفاجآت، الشوط فيه حماس، وأبراج هي حماس الشوط حتى هذه اللحظة. وأحمد بن سيف الغويص هو من يقدم أبراج، هو من يقدم أبراج، هو من يسيطر على المركز الأول، ولكن منصورة، منصورة من الجانب الثاني، وصلت مزنة، وصلت الأسامي اللامعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا أبراج، أحمد بن سيف الغويص مزنة تأتي في المركز الثاني، وعبد الله بن طالب المحرمي المركز الثالث، منصورة، منصورة على 3 مراكز، وتعود ملكيتها لسيد محمد بن عتيج المقعود. يا أبراج صحصحي يا أبراج، وهالمشرف يطالبون في صباحنا الباكر هنا في الشوط الأول الرئيسي لهذا الموقع المميز، لأحداث هذا الميدان المميز، ميدان الطي. ونحن نقترب بالحقيقة من خط النهاية، وخط النهاية قف احتراما وحبا كافة لهذه الشعارات الجميلة. تهانينا والناموس لأحمد بن سيف الغويص بمناسبة فوز أبراج بالمركز الأول مزنة، في المركز الثاني عبد الله بن طالب المحرمي، المركز الثالث منصورة، محمد بن عتيج المقعودي، المركز الرابع شانية، مانع محمد بن
بن قضيب المركز الخامس الطيارة، وسعيد بن عبد الله بن غليطة الأخوال التانينة والناموس، وسلام سلام عليكم كافة يا هل مشرف وين ما يسكن. أحمد بن سيف الغويص بمناسبة فوز أبراج المركز الأول، والتوقيت الزمني 4 دقائق 37 ثانية 13 زم الثاني تانينة والناموس.